لا يعقل بأي حال إن أنا ممكن أجيب سيرة الراجل اللي مصر بتحترمه وبتحبه ورفعه فوق فوق بأي إهانة ولو من بعيد. كل اللي قلته مرة بعظمة لساني إن أنا خايف على محمد صلاح زي ما خفت في يوم من الأيام على محمود الجهري فقط. إنما كنا أتكلم عن لحيته ولا أتكلم عن مظهره ولا أتكلم عن شيء يخصه كإنسان فدي غباوة من الأشرار ولاد الأشرار. وأنا فاهم الحكمة بتاعة الالتقاط والصيد الإخواني إنه يتقال إن فلان هو اللي بيشتم محمد صلاح غير طبيعي وغير معقول وبينكته، ولكن نكتة سخيفة ومريرة وعبيطة. الأمر الآخر إن أنا مش كروي ولا لي علاقة بالكورة، حتى ذوقي نفسه متعلق بأشياء ملهاش علاقة بجوهر الكورة. وبعدين أنا مستعد أطلع من مشيخة الأزهر لو سمح لي، من منبر الكنيسة لو سمح لي، من الأمم المتحدة حد يطلع لي كلمة أكون كتبتها بهذا النص الساذج أو بهذا العتا الشديد، أو يطلع لي جملة نطقتها بلساني. هو ربنا مش عرفوه بالعقل؟ على الأقل حد يقول إيه؟ لا يا أخي أنت قلته وادي الكلام أهو. كفاية شر يا ولاد الشر. اقفل ازاي؟ انا عملت لايف، ادوس على اللايف كده خلاص كده. لا كده بيسجل تاني لا اهو. كده خلاص كده تقريبا خلاص. طيب الرقي الانجليز قال هم الانجليز فيهم رقي في الحياة ولا في السياسة؟ اهو بشيل ده ازاي بقى الحاجات دي؟ فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.